بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة هناك سؤال أجده كثيرا في التعليقات عن إنسان أو إنسانة تأخر لديها سن الزواج ويطلب أو يتساءل ماذا يفعل، هل هناك دعاء، هل هناك عمل، ما هو السلوك الذي يمكن أن يسلكه من تأخر لديه موضوع الزواج؟ الحقيقة أنا أحببت فقط أن أوضح لكم بعض الأمور التي تريح النفس، لأن الإنسان حقيقة أيها الأحبة بحاجة للإطمئنان، لأن الإطمئنان هو أحد الأهداف الكبرى للحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة المطمئنة هذا أمر، هدف كبير كلنا نسعى إليه في الدنيا، ولا يمكن أن يتحقق إلا إذا وثقت بهذا الإله العظيم. يعني أنت لا تستطيع أن تحقق الإطمئنان في الدنيا إلا إذا كنت واثقا أن الله معك. لذلك قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحقيقة أحبتي في الله، كثير من الناس اليوم بسبب ضغط التكنولوجيا المعلوماتية، عصر المعلوماتية الذي نعيشه اليوم، التكنولوجيا الرقمية، وسائل الاتصالات، بسبب الفقر والغلاء والبلاء، ويعني الشباب لا يجد، يعني معظم الشباب لا يجد أسباب الزواج، أو لا يجد، إنما الطموحات كثيرة جدا. قديما أيها الأحبة كانت الأحلام والطموحات والمتطلبات قليلة، اليوم أصبح يعني لديك متطلبات كثيرة: البيت والسيارة والكذا والكذا والعمل والمورد وإلى آخره. فهذه العوامل ساهمت في تأخير الزواج، والعامل الأهم عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. لأننا ينبغي أن نعود لسيرة الأنبياء. الأنبياء ما هو هدفهم من الزواج؟ الإنجاب، الذرية الصالحة. لذلك يعني سيدنا زكريا عندما كان يدعو قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إذن الحياة الآمنة المطمئنة لا تتحقق إلا إذا غيرت هدفك. ما هو هدفك؟ معظم الشباب اليوم يعني يريد أن يتزوج، يحلم بإنسانة مثلا طويلة قصيرة، مواصفة معينة، لون العيون كذا، الشكل كذا، الطول كذا، الحالة المادية، الشهادة التي تحملها كذا كذا كذا. كل هذه الأمور يفكر فيها ولا يفكر بالدين: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلذلك هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى حدوث هذه الحالات التي نراها اليوم، تعسر الزواج. الزواج متعسر اليوم. هناك سبب آخر: سهولة الزنا اليوم. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وهذه التطبيقات والتعارف عبر الإنترنت أصبح وسيلة سهلة، فأصبح كثير من الشباب يستغني عن الزواج بالعلاقات المحرمة والعياذ بالله. وانعكس هذا بشكل سلبي على النساء، فأصبحت المرأة لا تجد من
يطلب يدها للزواج. والقضية الثالثة أو الرابعة أعراف المجتمع لدينا أعراف يعني أيضا سيئة نوعا ما، التكاليف والمغور، يعني عندما يأتي الشخص المناسب ولكن ليس لديه المال يرفض، ليس لديه شهادة عالية يرفض، ليس لديه عمل مناسب يرفض، ليس لديه إمكانيات. فكل هذا بسبب، يعني يمكن أن ألخص كل هذه الأسباب بسبب واحد، هو حب الدنيا، حب الدنيا وليس الآخرة. الزواج أخي الحبيب أختي الفاضلة ينبغي أن تنظر فيه إلى الآخرة وليس إلى الدنيا. لذلك أنا الآن قبل أن أعمل هذه الحلقة فتحت هنا برنامج الإحصاء وبحثت عن كلمة زوج. كلمة زوجة، الجذر اللغوي زوجة يعني زوج، زوجة، أزواج بمشتقاتها، سبحان الله ذكر في القرآن 81 مرة، والعدد 81 هو 9 في 9. نحن نعلم أن مدة حمل الإنسان 9 أشهر، فهذه إشارة إلى موضوع وقد خلقكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فاختار الله هذا العدد 9 في 9 لتكرار كلمة زوج، مع العلم أن 9 تساوي 3 في 3 أيضا، يعني هو هي حتى الرقم فيه الأزواج موجود في هذا الرقم. طبعا هذا ليس حديثنا، ولكن أول مرة وردت فيها كلمة الزوج أو الزوجة أو أزواج في سورة البقرة في الجنة وليس في الدنيا. أنا هنا أخذت مباشرة ملمح أن الله يريد أن يقول لكل من حرم الزوج أو الزوجة، لكل من تأخر، لكل من في الآخرة هناك أزواج مطهرة، سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل، وأزواج على مستوى عالي جدا، يعني ليس كما في الدنيا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ماذا؟ أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه أول مرة تذكر فيها كلمة أزواج في القرآن في الجنة وليس على الأرض. المرة الثانية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إذن هنا أيضا يتحدث عن الجنة ليس جنة الخلد. طبعا هنا جنة في السماء ولكن لا نعلم أين هي، قد تكون على كوكب ما في هذه المجرة أو خارج المجرة، نحن لا نعلم، ولكن اعتقادي أنها ليست جنة على الأرض إنما جنة في السماء. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وهكذا تتوالى الآيات أيها الأحبة. حقيقة هناك بعض الإجراءات يمكن أن يقوم بها أي إنسان تأخر لديه سن الزواج. أول شيء أيها الأحبة أن تعلم أن الله قدر عليك هذا الأمر، هذا الأمر ضروري أيها الأحبة لترتاح. طبعا هناك من الناس وبخاصة الذين يشتغلون في مجال علم النفس أو في مجال الاقتصاد أو الناس الماديين يقول لك يا أخي لا هذا تواكل. طيب تواكل، ما هو الحل؟ إنسان تأخر سن الزواج، هل إذا اعتقد أنه هو السبب أو المجتمع هو السبب أفضل، أم أنه إذا اعتقد أن هذا الأمر مقدر عليه أفضل نفسيا من الناحية النفسية؟ طبعا أنا عندما يصيبني حادث أو يصيبني شر وأعتقد أن هذا مقدر علي أنا أرتاح نفسيا، أرتاح، هذا نوع من البلاء. وإلا ما هو البلاء؟ لماذا خلقنا الله؟ الذي خلق الموت والحياة لهدف أساسي، ما هو؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. طيب كيف يبلوني الله؟ يبلوني من خلال اختبارات، تأخر في الزواج،
تأخر الإنجاب أحيانا، فقر معين، حادث، مرض، كلها أسباب للابتلاء، يجب عليك أن تصبر. مع العلم أن الإنسان عندما يصبر لا يعني ذلك أنه يتوقف عن السعي، ولا يعني أنه يترك أسباب الرزق وأسباب الزواج وأسباب الشفاء، لا، ولكن أنا الآن في واقع لا أجد عنه مهربا، ماذا أفعل؟ الأفضل أن أعتقد أن كل شيء مقدر وكل شيء بيد الله، والله هو القادر أن يبدل هذا الأمر إلى الخير، وهذا ما أكده القرآن. الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لماذا قالوا أن يمسسك الله بضر؟ مع العلم أننا نحن الذين نضر أنفسنا، ليغرس في دماغك عقيدة الثقة بالله والتوكل على الله، وأن الحل عند الله وليس عند فلان أو فلان أو فلان. يعني باختصار كل هذه الآيات تريد أن تقول لك بكلمة واحدة: الحل بيد الله. إذا ضاق رزقك الحل عند الله، استغفر. لذلك نجد الرزق في القرآن لم يرتبط بالعمل أبدا، ارتبط بالتقوى وبالعمل الصالح وبمشيئة الله، لم يرتبط بالعمل. ولو ارتبط الرزق بالعمل لرأينا الذي يعمل أكثر يكسب أكثر، ولكن نحن نرى أن أصحاب المليارات لا يعملون، يجلس وتأتيه المليارات بفعل قدر معين، ذكاء معين، أسلوب معين، ولكن هو لا يبذل جهد مثل العامل الذي يشتغل تقريبا 20 ساعة كل يوم، ثم تجد لا يجد يعني ما يأكله بعد كل هذا العمل. إذن الرزق له علاقة بمشيئة الله، لذلك دائما أو غالبا في القرآن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يخفف الرزق ويبسط، يعني يكثر الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هكذا. وبالتالي أيها الأحبة، موضوع الزواج ينبغي علينا أن ننظر إليه أن الحل بيد الله، وأن هذا الأمر، أن هذا الأمر أيها الأحبة ضروري لنرتاح نفسيا ولنثق بالله أكثر. وإلا لماذا أمرنا الله أن ندعوه؟ وقال ربكم ادعوني، فعل أمر، ادعوني فعل أمر، يأمرك أن تدعوه. طيب أنا إذا توفرت لدي الزوجة والمال والأولاد والصحة وكل شيء، ماذا أدعو الله؟ ماذا أقول؟ يجب أن يكون لديك أشياء ناقصة، أشياء فيها مشكلة لتدعو الله. يصيبك مرض فتدعو الله بالشفاء، يؤذيك ابنك عاق تدعو الله أن يهديه، ترتكب ذنب تدعو الله أن يغفر لك، تأخر سن الزواج تدعو يا رب يعني لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كما كان دعاء سيدنا زكريا. مع العلم أن سيدنا زكريا على فكرة لم يطلب الولد من الله، لأنه كانت امرأته عاقرا لا تنجب، وكان هو فوق 80 من العمر أو فوق 70، فالمرأة عاقر، حتى هو لو لديه قدرة على الإنجاب امرأته عاقر لا تنجب أصلا، فلذلك لم يخطر بباله أن يطلب الولد من الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال: هب لي من لدنك وليا، في سورة مريم أيها الأحبة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن هنا أيها الأحبة دعا بالولي، أي يرسل له شخص يرثه ويرث اسمه ويرث الحكمة التي آتاه الله إياها ويرث العلم الذي عنده ويتابع مسيرته في الدعوة إلى الله من بعده، لأن سيدنا زكريا كان نبيا، كان نبي من الأنبياء
الكرام عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سبحان الله، سيدنا زكريا تفاجأ بهذا الأمر، قال ربي أنى يكون لي غلام، يعني أنا أصلا لم أطلب الغلام لأني لم أتصور أن هناك غلام سيأتي، أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني على أعتاب، يعني ما فوق الشيخوخة، 80 ربما 90 سنة ربما أكثر، طبعا مفسرون اختلفوا ولكن قد يكون 100 سنة أو أكثر لا ندري، من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني عندما خلق الله سيدنا زكريا أو خلق سيدنا آدم أصلا من تراب، أصعب، هذا أصعب من عملية التكاثر وإنجاب الولد. فهنا أيها الأحبة، هذا الإله الرحيم سيعطيك أكثر مما تطلب. والله إذا وثقت بالله حق الثقة سوف يعطيك الله أكثر مما تتصور، أكثر مما في دماغك، ولكن الإنسان يعجل. كل واحد منا أيها الأحبة له شهوات. انظروا أحبتي في الله كم من زوجة تعاني اليوم من ظلم زوجها، من ظلم أهل زوجها، من ظلم الناس من حولها، من ظلم أولادها أحيانا، يعني تتمنى الموت ولا تجده. حالة موجودة اليوم في العالم، نحن نتحدث على مستوى العالم، ليس فقط في وطننا العربي بل على مستوى العالم. طيب ربما يعني الزوجة أو المرأة التي تأخر سن زواجها لتجلس وتفكر وتقول ربما لو أنني تزوجت كان زواجي سيئا جدا جدا وتسبب لي بظلم وقهر وحياة تعيسة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعد عني هذا الشر. يعني لا تنظر، يعني أحبتي في الله، لا تنظر إلى موضوع تأخر الزواج على أنه شيء سيء، لا تنظر أنه شيء سيء دائما، لا، قد يكون فيه خير. لذلك الله تبارك وتعالى يصرف عن عبده الشر وهو لا يعلم. لذلك قد يأتي شاب وقد تأخر لديه سن الزواج، إذا جلس وبدأ يفكر ويحمل الهموم ويقول السبب فلان أو السبب أبي أو السبب أنا أو السبب فلان أو كذا، هذا من عمل الشيطان، لأنك في النتيجة لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. يجب أن تعتقد أن كل شيء مقدر بيد الله، وضع هذه الآية عنوانا لك في حياتك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. يعني إذا كان هذا الزواج فيه خير لا يستطيع أحد أن يرده عنك، لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان هذا الأمر فيه شر وصرفه الله عنك، لنفرض أن الله أطلعك على الغيب وكان هذا الأمر فيه شر، ألا تفرح أن الله قد صرف عنك الشر؟ إذا كنت تركب سيارة وعلمت أن الله صرف عنك شر حادث مدمر، ألا تفرح؟ إذن أيها الأحبة، أول شيء قلنا الثقة بالله والتوكل على الله، وأن تعلم أن كل شيء مكتوب عليك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن تعلم أن هذا الأمر هو الخير ما دمت توكلت على الله، وأنت لا تبتغي الدنيا تبتغي الآخرة. طبعا نحن نتحدث الآن عن إنسانة أو شاب يبتغي الآخرة لا يتبع شهواته. مدام تأخر موضوع الزواج ينبغي أن تعلم أن هناك خيرا ما ينتظرك، يتأخر ولكن لا تعلم أين هو، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، ينبغي أن تدعو الله
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يعني هذا الدعاء هو احد اسباب تسريع الزواج، الدعاء ايها الاحبه، لان كل شيء بيد الله، كل شيء تراه في الكون هو بيد هذا الخالق العظيم. القرار فوق، ليس بيدك، عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله كتب أعمالك كلها وأنت جنين في بطن أمك عمرك 42 يوم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها. ثم ينفخ فيها الروح ويأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، من هذه الأربع التي يكتبها عمله، عملك مكتوب، وزواجك متى مؤقت عند الله سبحانه وتعالى، لن تستطيع تغييره. ولكن نحن أيها الأحبة في هذه الدنيا نطبق ما كتب لنا، مع العلم أنه باختيارنا. يعني أنا اخترت هذا الطريق بإرادتي، لم يجبرني أحد. أنا اخترت طريق الدعوة إلى الله، مع العلم أن هناك مجالات كثيرة جدا. ما الذي جعلني أختار هذا الطريق؟ أنا اخترته بإرادتي، ولكن الله قدره لي قبل أن أخلق. أنا هذه عقيدتي حقيقة، وهي مريحة جدا، تجعلك ترتاح في كل شيء. والله عز وجل عندما يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه الآية تريح النفس. أما إذا جلست وتقرع نفسك وتلوم نفسك ستصل إلى الاكتئاب. لا، ضع همومك ومشاكلك وأحزانك بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو من سيتصرف وهو يتولى الصالحين. إذن أيها الأحبة، رقم ثلاثة الدعاء. طيب ما هو الدعاء الذي يمكن أن ندعو به؟ الحقيقة أحبتي في الله، من الأدعية التي أنا أحبها حقيقة ما ذكرته قبل قليل في أواخر سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء يجب أن نكرره كل يوم. هناك دعاء لسيدنا زكريا عندما استجاب له الله، قال تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له على الفور. الفاء هنا أيها الأحبة تعطي معنى السرعة، سرعة الاستجابة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن هذا هو العمل الرابع الذي أود أن أحدثكم عنه، المسارعة في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالهدف الرابع أيها الأحبة، أو العمل الرابع الذي يمكن أن نقوم به لمن تأخر لديه سن الزواج، المسارعة في الخيرات، لأنها مربوطة بالدعاء. يعني لكي يستجيب الله دعائك يجب أن تسارع بالخيرات ثم تدعو الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الدعاء أخي الحبيب مهم جدا، أن تدعو الله، أن تخشع بين يدي الله. الدعاء أثناء السجود، العبد أقرب ما يكون من ربي، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فلذلك اجتهد في الدعاء أثناء السجود، حاول أن تتقرب إلى الله بالنوافل، حاول أن تتقرب إلى الله بالصدقة، تقرب إلى الله بالدعاء، بكثرة الصلاة،
هذه الأمور نحن نسيناها للأسف. وحقيقة يعني اليوم أنا أعتبر الإنسان الذكي، الذكي جدا، ليس هو من يمتلك علاقات كثيرة وحياة فارهة وكذا، لا، الإنسان الذكي هو من يمتن ويوثق علاقته مع خالقه سبحانه وتعالى، لأن خالق الكون بيده كل شيء. أحبتي في الله، كل شيء بيده. فأنت عندما تكون علاقتك مع الله ممتازة، كل ما تطلبه سوف يستجيبه الله، بل إن الله سيعطيك أكثر مما تطلب. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لذلك هذا الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الدعاء له مفعول السحر أيها الأحبة. لماذا؟ لأنه يذكرك بسيدنا زكريا، يذكرك أن الهدف من الزواج ليس هو الشهوات أو الغريزة الجنسية أو المتعة، لا، الهدف هو الإنجاب، الهدف هو الحياة المستقرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هي ما نبحث عنه أيها الأحبة، وليس الشهوة الجنسية، لأن الشهوة الجنسية مؤقتة، أما المودة والرحمة تبقى، تستمر مع الزمن وتنمو. الغريزة الجنسية تنخفض مع تقدم الزمن، الرحمة والمودة تزداد، تتضاعف مع تقدم الزمن. لذلك يعني بالنسبة لمن تأخر لديه سن الزواج، ينبغي أن يعدل نظرته وينظر إلى هذه القضية على أنها، على أن هذا الزواج هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى، هدفه أن ترضي الله عز وجل. كيف يكون الله راضيا علي؟ هذا هو الهدف، وليس الهدف أن الشقة والسيارة كلها ستأتي. الله قادر، والله الله قادر أن يرزقك المليارات، ولكن هو يريد سبحانه وتعالى أن يرزقك ما يصلحك. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه آية أيضا، آية الرزق، اقرأها 7 مرات. وطبعا الزوجة الصالحة أهم أنواع الرزق، يمكن أن نقرأها أيضا، هذه الآية هي دعاء وهي آية عظيمة، 7 مرات. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هناك أيها الأحبة أدعية كثيرة جدا يمكن أن ندعو الله تبارك وتعالى بها. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. انظروا أيها الأحبة، اللهم اغفر لي، ربما ذنوبك تقف عائقا أمام زواجك، فتدعو الله بالمغفرة لكي يزيح من دربك أحد العقبات، الذنوب. وارحمني، من رحمة الله بك أن يهيئ لك الزوجة الصالحة، أحد أهم أسباب الرحمة أو أنواع الرحمة أن يهيئ لك الزوجة الصالحة، رحمة. أليس هو القائل وجعل بينكم مودة ورحمة؟ فعندما تقول ارحمني، ليس فقط أن يرحمك يوم القيامة، بل أن يرحمك في الدنيا. كيف يرحمني في الدنيا؟ يعني يصرف عني الشر، نعم، يرزقني، نعم، هذا أحد أنواع الرحمة. يرزقني الزوجة الصالحة أيضا، هذا أحد أنواع الرحمة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، اهدني للزوجة الصالحة، أحد أنواع الهداية، لأن الهداية هنا أيها الأحبة ليست فقط هداية الصلاة والصيام والعبادة والهداية إلى طريق الله، بل هناك هداية للرزق الصحيح، هداية للزوجة الصالحة. طيب، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. المعافاة، ربما أنت مصاب بسحر، مصاب بعين. أنا طبعا أعتقد بهذه الأمور،
معظم كثير من الناس لا يعتقدون بها، ولكن هذا الأمر موجود في القرآن أيها الأحبة. سيدنا أيوب عليه السلام ماذا قال؟ ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فإذا الشيطان له تأثير، العين لها تأثير، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا ينبغي أن تقرأ المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة وقل هو الله أحد، هذا نظام يومي. وحبذا لو تقرأ على كأس من الماء ثم تشرب وتدعو الله سبحانه وتعالى، لا أن تجلس هكذا. يعني هذا أحد أسباب تسريع الزواج بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، اللهم اغفر لي، هذا دعاء مهم يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. من أحد أنواع الرزق الزوجة الصالحة، بل ربما يكون أهم أنواع الرزق، لأن الزوجة أحيانا أو الزوج الصالح يكون هو مفتاح الرزق. إذن أيها الأحبة، سألخص هذا اللقاء بكلمات قليلة جدا. أقول أسباب تسريع الزواج إن شاء الله، إن شاء الله طبعا كله مقدر عند الله، والراحة النفسية، أن تعتقد أن كل شيء بيد الله وأنك عملك هذا مكتوب عليك، وهذا التأخر مكتوب لسبب هو يعلمه، أن تعتقد أن هذا التأخير فيه خير، أن تجتهد بالدعاء والأدعية التي قلناها قبل قليل، أن تسارع في الخيرات، الصدقة، صلة الرحم، المسارعة في الخيرات. قد تذهب لصلة الرحم، يكون هذا الذهاب سببا في زوج صالح أو زوجة صالحة. إذا قلنا الدعاء، الثقة بالله، وأن تعلم أن كل شيء مكتوب عليك، أن تعتقد أن هذا الأمر هو الخير والتوكل على الله، الدعاء والعمل الصالح، أن تكثر من تسرع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون، لم يقل يسرعون، يسارعون صيغة مبالغة، يسارعون في الخيرات. يجب أن تذهب لتصل الرحم، لتعمل الخير، يجب أن تذهب وتسرع لتساعد إنسان مسكين، إنسان بحاجة للمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلهمنا الصدق والصواب، وأن يعني ييسر لنا كل خير، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.